خوتو تحياتي لكم. اليوم الخوت تتواجدوا في سوق اثنين قلعه السراغنه، اللهم بارك. تاريخ 17 اكتوبر 2022. اجيو تشوفوا الاثمنه الخوت، الخروف البدري راه قليل في السوق الخوت، والثمن تبارك الله خيالي خيالي. الله يبارك والله يدير الشتاء ويدير الخير والله ييسر الامور والله يرحمنا الخوت. اجي تسوقوا معايا نشوفوا الاثمنه. تحياتي لكم جميعا. قدير ود عمي بخير، لاباس عليك؟ الله يحفظك الله يعزك. حولي راه مليح تبارك الله، الله يبارك. القرن شطبي تبارك الله، الله يبارك فحالي. لا مليح تبارك الله، ديال العشقان. وتحيه الناس اكادير، الناس سوس، الله عمرها دار والله. تنصرفوا مع هذوك الناس، الله عمر لهم الدار. شحال الثمن ديالو هذا؟ هذا 74. هذا امانه ياك؟ امانه مقدمه المولى. وراه ثمن زوين تبارك الله، الله يبارك. ماشي لا ثمن زوين، والله لا ثمن زوين تبارك الله، الله يبارك. ها كاسر الخوت هذا 74، 3700 درهم تبارك الله. فرليسم ديالو الحاج اكاسر الخوت اثنين تبارك الله، الله يبارك. راه السيد شراها امانه، بصيفطوا لاكادير ان شاء الله ياك. الله يحفظك المرضي، والله يسر لكم ولد عمي، الله يحفظكم، الله يسر الامور تبارك الله، اللهم بارك. هادو راه خمسة الخرفان تبارك الله، الله يبارك ملاح. سي مبارك كدير بخير؟ لاباس عليك، صحتك مزيان؟ ومرحبا بك اليوم، مرحبا بك. لا بغيتي سلعتنا مرحبا، الله يعطيك الصحة. هادو الخوت راه طاحوا ب 39، 1950 درهم، 39 الخوت، وبعناهم لهذا الراجل ب 50 درهم في الخروف، الله يسر الأمور، على 2000 درهم. السلعة قليلة الخوت في السوق، قليلة الخوت، قلت السوق والناس جاوا باغيين يشريوا، كاع برانيين جاوا من فاس، الناس برانيين وصابوا ما يشريوا، ما صابوا ما يشريوا. الناس برانيين الخوت جاوا يشريوا بحال هذه السلعة هذه وما صابوش. شتي خرفان كارسي؟ والله يسر، الله يسر سي مبارك. شوف اتجاه آخر الخوت، مبارك اللي داهم. تجيبهم من السيد اصاحبي، اش بغيتي؟ ابو حرب عندي واحد جوج مبارك. شوف اتجاه آخر الخوت. هذا مش... هذا السعيد شحال؟ 28 و 30. 30 باش داها السيد، الله يبارك تبارك الله. 1500 درهم هذا الخوت، 30000 ريال باش تباع. داها الراجل الله يسخر لي ان شاء الله. سير الله يسر لك يا عمي، الله يسر لك، الله يسر لك. هذا شحال السعيد تواد؟ شحال السي موسى؟ 58 خلاصه. تيقدروا الناس السي موسى والله. الله يعطيك الصحة، أنت تستاهل صراحة والله. 2900 درهم باش خلصوا السي موسى هذا الخوت، تبارك الله مليح تبارك الله، الله يبارك. 58000 ريال مليح، الفرق باقي أسنان الحليب تبارك الله، الله يبارك تبارك الله. شحال هذاك مليح. ما كاين مزاحة السي عبيدة، سير الله يسر السي موسى، الله يحفظك، الله يعاونك. واحد خويا بخير هاني، الله يعزك خويا تبارك الله، الله يبارك الخوت. خو عبد الواحد شحال الثمن؟ المشرى ديالو ولا تطلب؟ الله يعطيك الصحة، المشرى والرزاق الله، بغيت القدة والقدة، أنت راك تقول لنا المشرى، وكاين شي واحد راه ما تيقولوش المشرى، تيبغيو ما عرفتش بيديروا، والله العظيم بالله. ها؟ لا الله يعطيك الصحة، الزبيري ما تيبغينا ما نقولوش المشرى. ها؟ الله يبارك الخوت. 74 ياك؟ ثمن زوين السي عبد الواحد، 3700 درهم، اش دير السن؟ سداسي، سداسي الخوت هذا تبارك الله، الله يبارك. عطخنا النيميرو نقول خويا 0603 74 87 22، اللهم بارك تبارك الله، الله يبارك. هذا راه ثمن زوين الخوت هذا، اللي بغاه مرحبا، يتصل بالسي عبد الواحد مرحبا. لا لا مليح، الله يبارك تبارك الله، لا لا مليح، الله يسر امور سي عبد الواحد. تحياتي خويا، تحياتي لكم الخوت، اللهم بارك. هذا راه كنباعو عز الدين، الاخ ديال هذا السيد هذا ياك، الاخ ديالك في الصباليون اسبانيا، اسبانيا ما كانش شاف الخروف في العطاويه، واتصل بعز الدين وخدها من عندو. واش خدها من عندك عز الدين؟ عطاك 200 درهم ديال الرباح، صنعتي معاه، والاخ ديالو راه معنا في الرحبه في الميدان ديال السوق ديال رحبه الغنم. الاخ ديالك سميتو ولد عمي؟ رضوان، اخويا رضوان راه متتبع ديالنا رضوان من اسبانيا، والاخ ديالك هو دا الامانه ديالو، الخروف داه
بحال ولا ب 3500 درهم 3500 درهم الخوت هذا باش باعوا عز الدين دا فيه 200 درهم ديال الربح حلال طيب والله يسر امور والله يسر لكم اود عمي الله يحفظك خويا تحياتي الله يعاونكم اللهم بارك هذه مليحه الخوت الله يبارك ود عمي شحال هذه نتوما ياك الله يبارك تبارك الله خروف وخروف حتى النعجات هي مليحه واقفه تبارك الله مليحه الله يبارك تبارك الله خروف وخروف الوليدات زوينين الخوت خريفه في المواصفات خريفه هذيك اللي فيها المواصفات الله يبارك تبارك الله الثمن شحال خويا 90 تبارك الله 4500 درهم حتى هما الخوت تبارك الله خروفه وخروف الله يبارك تبارك الله جير السن طلع الجموع السداسيه باقا صغيره خو السداسيه الله يبارك تبارك الله الدمانيه تخلى النمره ولد عمي ياك قول خويا 06 48 15 94 98 الله يبارك الخوت الله ييسر الامور وتحياتي لكم الخوت والسلام عليكم الى اخويا دير بخير الله يحفظك خويا عبد الله الله يعزك هذا راه عجبني تبارك الله مليح الله يبارك الله يبارك تبارك الله تبارك الله شحال خويا عبد الله الثمن 72 عطاوني 10000 قطعتو ب 90 الله يعطيك الصحه ما كاين مزاح المشرى الخوت 3600 درهم وعطاو 500 درهم ديال الرباح بحال 4100 درهم اللي عطاو لعبد الله قاطعوا ب 4500 درهم ما كاين بزاف الله يعطيك الصحه شاري بالقده والقده بغيت القده والقده ورزق الله لا خروف مليح الله يبارك في جميع المواصفات تبارك الله راه تياكل بسواد بحال القصب لا لا القصب عنده غليظ تبارك الله اللهم بارك تبارك الله تبارك الله ادخلنا النيميرو سي عبد الله مرحبا قول خويا 0642 38 36 60 اللهم بارك اللي بغى الخوت راه مليح هذا الخروف هذا اللي بغى يتصل بعبد الله مرحبا دابا هي متتبعات لك عبد الله راه الكار راقد الغراض الله يعطيك الصحه تبارك الله لا لا مليح الله يبارك تبارك الله تبارك الله النعجات اليوم شاري نعجات ملاحات انا عندي نعجات تباعوا هذو هذيك كل والده واحد هذا عبد الله انت هما شحال الثمن خو عبد الله انت هما 74 باش تباعت تبارك الله هذه نتوما الخوت باع عبد الله ب 74 مليحه الله يبارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله نتوما خروف وخروف خروف وخروف نتوما الخوت الله يبارك تبارك الله طلع جموع ياك لا مليحه الله يبارك لا لا مليحه مليحه الله يبارك خو عبد الله وثمن زوين صراحه نتوما جيده هذه شحال هذه داره خواتات خواتات هذه زير في السن سداسيه هذه شحال خو عبد الله 41 2050 درهم الخوت هذه دار الخوت الله يبارك بارك الله الله يبارك والله يسر لك خو عبد الله تراك معروف بالمليح خو عبد الله الله يعزك تحياتي الله يعاونك بارك الله اللهم بارك سي محمد خويا شحال الثمن 72 المشره ديالو هذا مليح تبارك الله هذا الخوت تبارك الله زير في السن لانوك هذا تبارك الله لانوك الخوت هذا يلاه هرس الرباعيه يلاه هرس الرباعيات الخوت راه باقيه فريخ تبارك الله المشره ديالو 70 خلاص 70 الخوت راه ثمن زوين هذا الخوت تبارك الله الله يبارك 3500 درهم تبارك الله اللي بغيت دير شي نعاج الخوت راه مليح تبارك الله الله يبارك روح مليح جميع المواصفات طنقر ديال الانوك الخوت الله يبارك 3500 درهم المشره ديالو الخوت اللهم بارك تبارك الله تخلينا نمرس محمد قول 06 18 48 40 72 اللهم بارك تباع هنا الله يسخر ما تباعش الخوت يتصل به مرحبا به الله يبارك والله يسر الامور سي محمد تبارك الله اللهم بارك قريت السي الهاشمي الله يحفظك الله يبارك فيكم السي محمد شحال هادو خويا سي محمد تباعوا ياك اللهم بارك شحال طاحوا مشراهم وشحال تباعوا 36 و400 حيد 28 لا هذيك راه قلتها لي 36 و400 36 و400 الخوت هادو 4000 ديال الرباح 4000 ديال الرباح
سموح مرتين صبر سي موسى. لا هو ما هو ما فراسه ما يعاود. ياك. الله يبارك تبارك الله. ما كيخصش ليا ثاني هذا. لا الله يحفظك ودي سي موسى الله يعطيك الصحة 36 400 1820 درهم الخوت وتباعوا 200 درهم ديال الرباح. لا لا زينين والله ثمن زوين. تا هو سي محمد راه من ثلاثة ويجمع فيهم دابا جمع هذا راه ماشي. ولكن البلان قليل. مولاي جاي من بلاصه ديال 36 كاينه كاينه كما تشوفوا الاخوان 36 400 المشرى باش طاحوا على السي محمد تحياتي خويا الله يحفظك يا ربي امين الله يسهل على الجميع 36 400 الخوت 1820 درهم و200 درهم ديال الرباح باش تباعوا قدام السيد الله يسر لهم الامور الله يسر لكم لا منوره الله يسر لكم اود عمي الله يسر ان شاء الله تنور ان شاء الله سيروا الله يسر لكم الله يعاون العود الله يعاونك عمر تحياتي الله يحفظك الله يبارك تبارك الله هذا الفريق شحال سي زبيري تطلب تطلب وين المشرى الحلال بغيت 10000 بغيت بعدك الصحة بس محمد الله عمر دار قلت يا الزبيري 54 2700 درهم الله يبارك تبارك الله وانت عاود قر والزبيري والزبيري هو اللي قر معانا الله يرحم الوالدين هاي الناس من راكش راه الله عمر دار الله يحفظك ها انت بغي يبيع يشري على الرباح تبغي يبيع يشري غامضا هذاك ياك واه البيع والشراء حلال داك الشيء بنادم شاري القده والقده وبغيت القده والقده 2700 درهم الخوت خلاص باش داوت الناس 54 تبارك الله فريق زوين تبارك الله رجالك النمره وين النمره ديالو السي محمد تعال انا التليفون راه شاري عطينا النيميرو السي محمد الله يحفظك الله يرحم والديك 076 41 18 77 ناديه الله يعطيك الصحه والله يسر الله يعاونكم الله يحفظكم الله يحفظك الزبيري تحياتي بارك الله الله مبارك السي احمد هذا شحال خويا انت راه تقول لي المشرى قول لي المشرى المشرى 50 الخوت 2500 درهم تبارك الله الله يبارك الملاح تبارك الله عجبوني اللهم بارك خرفان وتارين تبارك الله الخوت الله يبارك والثمن على العموم فين ما مشيتي كاين الثمن ماشي ثمن على العموم ما نعاودوا هضره وماشي غير الملي تزاد كل شيء تزاد راه الوقت تبدلت الله يدير الشتاوه ديال الخير شنو نطلبوا 2500 درهم باش خداهم هاد الناس تبارك الله 50000 ريال الخوت الله يبارك تبارك الله والله يسر السي احمد الله يسر ليك الله يعطيك الصحة الله يعاونكم شو اتجاه اخر تبارك الله الله مبارك خرفان غلاد هذو الخوت شحال خويا هشام 44 و500 تبارك الله 44 و500 2225 درهم الله يبارك تبارك الله خرفان غلاد هذو الخوت ومشمشين تبارك الله الله مبارك الله يبارك تبارك الله 2225 درهم الخوت هذا مش راهم باش خداهم هاد الناس الله يبارك تبارك الله الله يسر خويا هشام تحياتي خويا الله يعزك مش بعتيني بعتيني خرو ها للرحالي اه على حسابنا هاد السيد هذا راه معروف وهي بن شو الزريعه بغيت حرت وين حرتو سير الله يسر الامور اللهم امين السير الصابر الله يسر لي السرحال شحال هاد الخير تبارك الله 46 و 500 الخوت بارك الله الله يبارك 2325 درهم بارك الله بارك الله الله يبارك الخوت شحال من راس السرحال هادي 12 راس بارك الله اللهم بارك الله يبارك تبارك الله خير لا تمانى الخوت الله الله يرحمنا والله يدير الشتاوه ديال الخير شنو نطلبوا الله يسر لكم السي مصطفى الله يسر الله يسر لي امين هذا شحال سي محمد هذا لا حد 139 خلاصه تبارك الله 139 اللهم بارك تبارك الله على ثمنه الواحد 43 ولا 46 و600 46
46 و600 الخوت 2330 درهم. الله يبارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله اللهم بارك. المليح تبارك الله. الثمن راه على العموم راه كاين في السوق، الثمن والمليح قليل في السوق، المليح قل في السوق. مناش قل؟ و نسولوك السي خالد عطينا كلمة ديالك. مناش المليح قل في السوق؟ والكساب قلت هادو البهيم. قلت مناش قلت؟ ها. الماكلة غالية والبهيم ما بقاش كيتعمر، والله إلا قلت بهيم. بقاش تعمر دابا هذاك؟ إذا كانوا عندنا بعدك واحد ستة الغاليين ولا سبعة بقى عندك واحد يقول عندو غير، واللي غلب باش بعد عندو باش بقى كيمشي لبرا والله ما مدعم برا والله ما يكسب الاورو اللي مدعم شويه الله يرحم الوالدين دخل من برا باش كيوكلها اكثر عليك بلاتي 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 كيكسر عليك اكثر شي القضيه اللي قلت لي يا خليل اكثر اللي باقي عندهم الغاليم عندهم الدراري تيمشيو اوروبا والله العادي انت نعرفهم لا في بني مسكين لا في اي بلاصه ما يقداش ما يقداش تغلب عليه تغلب عليه تغلب عليه يا خليل والله يرحمنا اخو خليل امين الله يستر اخو خليل دابا لاجا الخير ان شاء الله وتمنى اللهم ربي يرحم فينا ويعطينا شي صابه جيده يا ربي امين توجد تكسيب توجد ان شاء الله دابا الجفاف اللي ما خلاش تكسيب توجد كاين دابا هو دوب معقوله ودي السي خليل اللهم امين الله يعاونك بارك الله كما شفتوا الاخوان هادو 46 و600 2330 درهم الله يستر السي محمد الله يعاون بارك الله يبارك الخوت هذه تباعت تبارك الله الله يسر الامور رد مولاه ب 45 الله يسر لي الامور 2250 درهم ياك سير حال ياك هادشي اللي كاين 45 باش تباعت الله يبارك مولاه بارك الله الله يسر السرحان الله يسر المولى للدار الله يسر لي اللهم بارك الخوت الله يبارك خويا رحال كي داير بخير لاباس عليك الله يحفظك تهليتي لي بهذاك المكناسي تبارك الله ها هذاك الحاج الله عمره دار ياك الله يبارك بعثوا لي الحوليه مليحه تبارك الله معنا حنا ولكن داز السميت وحدي ضري ياك كنا حنا باين الحوليه واخا هكاك باينه ديالكم باينه ديالكم الحوليه درا دوك لي جواد اللي صور دار النمره ديالهم زعما ما عرفناش هذيك الخدمه وا كله علامه واش نقول لك خويا انا وداك الشيء بيناتكم اخويا رحال ما كيما نقول خويا رحال الله يحفظك شحال الثمن خويا رحال 18 ونص 925 درهم تبارك الله حوليه مليحه الخوت ياك مثلا اللي بغا 80 100 تكون الله عليك صح دابا 18 ونص لتمره ياك 18500 الخوت 925 درهم 18500 الخوت الله يبارك شحال من راس هذه هنا 42 راس 42 راس الخوت الله يبارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله عندهم مع كامل الخوت هذه ديال دريس هذه تبارك الله الله يبارك 42 حوليه الله يبارك اللهم بارك تبارك الله تبارك الله ادخل النميرو اخويا رحال نقول خويا 06 53 05 12 60 الله يبارك البروج الموقع ياك البروج في الفيلاج في السونتر الله يبارك تبارك الله يخرج من البروج ولا شي حاجه في البروج الله يعطيك الصحه ديجا مرحبا بك الله يحفظك ونبرعوه ترى ليا في الناس الله يرحم الوالدين بيتسنى المليح الله يحفظك هذه جا من جهتنا من جهه القناه راه ما نبغيش الجرام ديال الديفو ما نبغي ها واش عارف علينا حنا الله يرحم الوالدين ماشي ديفو لا قلت لك انتم راه لا عمره دار صراحه ديال الله ولكن راه اللي جاب الله قانعين الله يدير الخير هادشي اللي نقولوا صافي راه راحوا تدخل الشوارع والله يسر الامور الله يعاونكم الله يدير الخير سي احمد كي داير بخير 521 سي احمد شحال خويا البركه 21 هذه الكسيبه ولا كسيبه تبارك الله 21 الخوت 1050 درهم بارك الله اللهم بارك بارك الله الله يبارك هز لي روس الله يرحم الوالدين الله يبارك تبارك الله 1050 درهم الخوت الله يبارك حميه كلها مزرده
الله يبارك تبارك الله. الله يسر لك السي احمد، الله يسر لك يا ربي امين. الله يحفظك. كدير السوق السي احمد؟ الحمد لله. الحمد لله. الله يبارك. قناعة هي كل شيء. والمعقول. وجدر وجدر. المعقول. الله يعطيك الصحة. الله يحفظك. الله يسر. ما دخلتيش المعقول حسب راسك خاسر. الله يعطيك الصحة. الله يسر السي احمد. الله يحفظك تحيات. يا ربي امين الله يعاونك. الله يبارك الخوت. شحال ولد العم هذه؟ شحال ولد عمي؟ 19 ونص. شحال تعطي السوق لتامرة؟ 21 ونص. كاينة 19 ونص. تبارك الله 975 درهم. 19 و500. الله يحفظك. حولية زينة تبارك الله. الله يبارك. حولية زينة. الله يبارك. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. الله يبارك. اللهم بارك. حولية تبارك الله راه موجودة الحمد لله. حولية بدرية بحال هذه. الخروف اللي قل الخروف بدري بحال هذا بحال هذا الشكل ديال الحولية ولا قليل في السوق. حولية موجودة الحمد لله. كاينة كاينة. الله يبارك تبارك الله. شحال من راس هذينا؟ 32 راس. دخلنا النيميرو. مرحبا. قول النيميرو ديال 06 34 40 97 46 46. الله يحفظك. مرحبا بكم. الله يحفظكم. هادو شحال ولد عمي؟ 54. هادو ديال اللي بغا يذبح؟ اللي بغا يذبح. اللي بغا يذبح هادو الخوت. يجيو تنعجبوا. وي ولكن اللي بغا يذبح مزيانين سمانات. سنا الحليب مزيانات. 54 تبارك الله. 2700 درهم جوج بهم على 1350 درهم الوحده الخوت. الله يبارك تبارك الله. الله يبارك. لا مزيانه حتى الكسيبه ويجيو نعاج مخيره. والله يسر. الله يعاونك. الله يبارك تبارك الله. السي حسان كدير السي حسان بخير؟ الله يحفظك. الله يبارك فيك. مبارك هذا الخير. والله الا انت راجل مزيان وتشري هذا المغلم. الله يحفظك. وزينه تبارك الله. الله يكبر بيك. وشحال الثمن ابا حسن؟ كنطلبوا 21 كنطلبوا فيهم. والمشرى؟ المشرى 19. الله يعطيك الصحة. 19 المشرى الخوت 950 درهم. تبارك الله. الله يبارك. تبارك الله تبارك الله. حولية زوينة تبارك الله. زردات ديال الكسيبة. مزيانة السي مصطفى. الله يعطيك الصحة. الله يحفظك. الله يحفظك وتحية لهشام ولدك. مليح للناس. هشام ولدك الصماليون ولا طاليان؟ ها؟ هشام ولدك. طاليان. وتحيه لي من السوق ديال القلعه. بارك الله فيك. الله يحفظك. والله يسر لك سي حسن. الله يعاون.